اعتبارا للدور الذي تتطلع به المملكة المغربية في توطيد أواصر التعاون جنوب جنوب، خصوصا في المجال الاجتماعي الذي تعتبره الرؤية الملكية مفتاحا لتحقيق النموذج التنموي على المستوى القاري، تضع المملكة المغربية المواطنة في صلب السياسات الاجتماعية التي تروم إرساء مبادئ حقوق الإنسان على اختلاف الفئات المستهدفة. وبغية تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في أنسنة المؤسسات الاجتماعية وعلى رأسها المؤسسة السجنية، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المنتدى الإفريقي الأول لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ذلك بمشاركة وازنة ل36 بلدا إفريقيا شقيقا أتوا من أجل الانخراط في نقاش بناء بهذا الخصوص والخروج بتوصيات من شأنها تعزيز عملية الإدماج واستباب الأمن العام. الحدث الأول من نوعه على مستوى القارة تميز في يومه الأول بتنظيم متميز وأنشطة مختلفة تهدف إلى تعريف المتابعين والمشاركين بمكتسبات المملكة في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج. جلسات أطرها مسؤولون وباحثون وحقوقيون من مختلف أنحاء القارة السمراء، والذين أجمعوا على ضرورة تبادل الخبرات بين البلدان الإفريقية ودراسة آفاق وسبل توحيد طرق وأدوات تدبير هذا القطاع. ومن شمال القارة إلى جنوبها يشارك في هذا المنتدى 450 مشاركا للخروج بإعلان الرباط كأول خطوة نحو وضع أسس متينة لتحديث الإدارة السجنية الإفريقية.